فاضل مين يا منى؟ استاذ نديم اتفضل. اسمك ايه؟ نديم احمد ابو سريع. وجاي تعمل ايه هنا يا نديم؟ جميل قال لي ان مكتب اماني النجار هيدرب عدد محامين معاه لمده 6 شهور، وبعد كده في عدد محدود هيتعين، في منهم هيكملوا ومنهم مش هيكملوا. طب وانت قلت لجميل ايه؟ قلت له مين اماني النجار؟ قال لي دي اشهر محاميه في مصر. طب وانت مش لابس فورم ليه يا نديم؟ جميل ما قاليش. جميل مين بقى؟ جميل ده صاحبي الوحيد. ما علينا، قول لي يا نديم ايه هي الجنحه اللي ممكن تؤدي الى عقوبه الاعدام؟ طيب مش مشكله، في حاله القتل لو حد قام بشهاده زور والشهاده دي ترتب عليها عقوبه بالاعدام، والشهاده دي ترتب عليها عقوبه بالاعدام. في المادة 146 من قانون العقوبات، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنين، ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية. هي كان قصدها المادة 140 من قانون العقوبات. كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بنقله أو بمرافقته وساعده على هربه أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا كان محكوم عليه بالسجن المشدد أو المؤبد أو متهم بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن، وفي الأحوال الأخرى الحبس. أنت دفعة سنة كام يا نديم؟ 2016. للأسف إحنا اللي طالبينهم أو اللي محتاجينهم يشتغلوا معانا دفعة 2015 فيما قبل. معلش. مش عايزك تزعلي مني، عارفة أنا عملت لك البسبوسة اللي انت بتحبيها بس سبتها في البيت عشان تروحي معايا ونأكلها مع بعض. بصي يا حبيبي، احنا في زمن لا صاحب بينفع ولا قريب بينفع، وانا عايزك تبقى. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان مش عارفة هتعمل ايه من بعدي. عايزة نعمل ايه من بعدك؟ عايزك تبقى انسان ناجح ومحامي شاطر تفتكرني. انا محتاج الشغل ده، محتاج اتعلم وابقى محامي شاطر. اول ما نبقى محتاجين محامين من دفعتك هخلي حد من المكتب يكلمك. حضرتك ممكن تجربيني، ممكن تديني قضية اشتغل عليها وهتشوفي هتلاقيني محامي شاطر. انت كده بتضيع وقتنا. انا كنت اول على دفعتي وما تعينتش في الجامعة عشان انا مش عادي، واعتقد حضرتك مش هتشغليني عشان نفس السبب. اعتقد ان انت ما قريتش الاعلان كويس، محتاج تبقى تقراه. منى دخلي اللي بعده. لا خلينا ناخد بريك. اكيد اكيد. خلاص يا منى.